بس هو حاكم لمصر؟ مرسي بس هو يعني ما اعتبرش ماسك اساسا. لا مرسي البتاع ده ايه؟ البرنامج ده ايه؟ ماشي خلاص. اسوأ حاتم حطم مصر؟ هو الزمن هو اللي بقى سيء، مش الحكام هم اللي بقى سيئين، الزمن بقى وحش. اسوأ حاكم؟ الو الو ايه انت جاي تحبسني؟ لا هو تقريبا لا الله يسهل له برضه نفس النظام. ما اعرف اعتقد مبارك يعني اعتقد انه بس كان ممشيها والله صراحه. سيسي ومش هيجي اسوأ من خدمه توفيق. بلاش ده ما نجيش من قريب. خلينا في اللي ورا. هو بين اتنين عباس الاول. هو تقريبا الباقي ما فيش حد كويس غير يعني تديني البداية ليه؟ السيسي. هو السيسي انا اهو. محمد نجيب. ما اقدرش اقول حاليا بس بعد سنة ممكن اقول. ما فيش حد بيخاف على مصر. مش شايفين لسه لغاية دلوقتي مش شايفين. هو مش يعني اصل السيء يعني كل واحد ليه عيوبه وليه مميزات. خدت بالك بن دمان عبد الناصر بسبب حصل كذا حرب في عهده ولم يحصل نهضه توصلنا زي الهند واليابان، وبين حسني مبارك اللي هو وصلنا للفساد الدمر طول. اسوء دي ما الله اعلم بقى. اسوء حاجه مرسي. ما ينفعش مش عايز اقول. احنا الملك احنا ما عشناهوش بس سمعنا عنه. في ناس كانت تشكر فيه، ناس تقول لك انا استبدادي شويه. انا بقول لك انا السيسي احبسني. اللي انا يعني في السنين اللي انا قعدتها فيها اللي انا عشت فيها الحكام اللي انا كنت عايشه يعني سنينهم دي ما حسيتش حاجه كويسه يعني.